حرب طاحنة بين الأسود والنمور السيبيرية في أفريقيا المزيلة عالم الحيوان. أشد قتال طاحن بين الأسد والنمر السيبيري. يعيش النمر السيبيري في غابات البتولة شرق روسيا، على الرغم من وجود في الصين وكوريا الشمالية. إن النمر السيبيري هو أقوى النمور وسلالات القطط الكبيرة. هل يستطيع هذا النمر التغلب على الأسد؟ شاهد للنهاية لترى من الأقوى. قد يزن النمر السيبيري 300 كيلوغرامات وأكثر بقليل، مما يعني أن وزنه يضاهي وزن الأسد الذي يصل إلى 250 كيلوغرامات. يعني أن النمر السيبيري له قوة هائلة تفوق الأسد، فالمواجهة بينهم شرسة وشديدة للغاية، مما يجعل من الصعب بما كان على المشاهد تحديد من الأقوى. وهل يستحق الأسد حقا لقب ملك الغابة؟ قد يلتقي الأسد والبيبر في أكثر من الأماكن التي يحدث فيها المواجهة بين الاثنين، وهذه في منطقة أوراسيا حيث تداخلت منطقتهما، وفي الحجز كان هناك الكثير من الحالات. عندما تشاهد السلوك فإن الأسد عادة ما يكون حيوانا اجتماعيا، بينما يكون البيبر منفردا. لهذا السبب حتى لو كان البيبر له الأفضلية الفردية كما هو الحال في الذكاء، كانت الأسود تقتل البيبر من الأسر عن طريق تشكيل عصابات عليها، في حين أن البيبر تميل إلى عدم تشكيل عصابات قتال، فهو محب للقتال الفردي. تجوب الأسود في مجاميع تسمى زمرة تصل إلى 30 فردا، يرأسهم ذكر ناضج. تتميز البيبر بأنها الأكبر والأثقل من الأسود، والقوة العضلية مفرطة. البيبر لها خطوط سوداء على جسدها، وتتميز الأسود الذكور باللحية كبيرة حول عنقهم ورأسهم، والاثنين من فصيلة السنوريات. يقول المدرب بيرت نيلسون الذي شهد قتالات بين الحيوانين، قال أن البيبر تستسلم أسرع من الأسود. ويقول كليت بيتي مدرب الحيوانات الذي أمتلك عدد من الأسود والبيبر بأن 9 من 10 من القتالات لأسد بالغ مكتمل النمو يستطيع التغلب على بيبر مكتمل النمو ذكر، ذلك بعد أن قام بخلط الحيوانين للقتال، وخسر حينذاك 25 بيبر في المقابل لم يصاب أي أسد عنده. إذن الحقيقة أن الأسد أشد صلابة في القتال وعزيمة مع تراخي البيبر والنمر السيبيري. فهذا القتال مع فارق القوة العضلية والحجم، فإن الحجم ليس هو الأساس، في القتال، فإن الفيل إذا غضب لا يقف أمامه أحد، ومع هذا هو مسالم ولا يحب القتال. شاهد للنهاية. كان معكم محمد الحسيني من قناة عالم الحيوانات الشرس.